لكن بنروح للسؤال اللي بعده وعند محمد ناصر، ما هي أصغر قارات العالم؟ معليش يا كنترول، ما هي أصغر قارات العالم؟ أستراليا، أوروبا، أمريكا الجنوبية. عندك يا محمد ناصر أستراليا 550 نقطة، أوروبا 250 نقطة، أمريكا الجنوبية 750 نقطة. تقدر تشاور؟ تبي تشاور شاور في محلك؟ احتد مع خطائي. أستراليا عندي أستراليا. وما جاك عندي أستراليا. ثبت على أستراليا. ما تبي تغير؟ عندي محازم، أنا عندي رجال. محازم أول قالوا لك أربعة وفي ثمانية. لا هذا لأنك يا الربع اسمحوا لنا ناخذ منكم وقت المشاورة ووقت الاحتفاء عشان بس ودخلت الأصوات لأن ما نسمع. نعم. ما هي أصغر قارات العالم؟ أنت قلت أستراليا. نعم. زين خلنا نفرض أن السؤال عند متى؟ وش توقع الجواب؟ كنت شاك في أستراليا أنا بعد. يعني توقع أن إجابته صح؟ كنت شاك. فريق عادل يعني توقع أن إجابته صح؟ عزيز. عزيز هو ثبت ما يقدر يغير. عزيز احنا لو بنختار اذا خطا ثبتنا على امريكا الجنوبيه على طول واثقين امريكا. لا لا بس اوروبا مستبعدينها اذا ضربت استراليا. اوروبا اللي جايتنا من عند بتال بس ما نخطي في اسئلتنا. هذه اسئلتنا يعني. نعم. اجل عطنا الجواب هل هو صحيح او خطا. نعم. يا سلام يا سلام. الروح البتال. السؤال الخامس او السادس؟ لا ما يفرق. لا الرابع. لا لا تعديل الرابع. طيب من كان قائد المسلمين في معركة القادسية؟ خالد بن الوليد، سعد بن ابي وقاص، الزبير بن العوام. عطنا اجابة من عندك او تبي تستشير اللي وراك. اللي وراك ترى كل ما استشرته وجاوبت غلط. بجاوبني ذا صح يا خلو. باقي وقت سعد كان فوق السطح. كم باقي ثانية؟ سعد راح. ايوه تعبان. سعد سعد بن ابي وقاص. تبي تثبت ولا لا؟ اكيد سعد بن ابي وقاص. دقيقة دقيقة انتوا الحين مرتين تحتفلون وجاباتكم خطأ. ثابتة 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 ثابتة. طيب كنترول كنترول امون عليكم كنترول عشان بس ما تحتفلون ثلاث مرات كلها غلط. اسمح لكم تغيرون الإجابة. لا 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 اسمح لكم تغيرون الإجابة. لا 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 نتراجع على الكلام اللي نقوله. والله ابدا اجل عطنا الإجابة. اصدمهم اصدمهم مرة ثالثة. لا والنقل. ما في صدمة ذي ما فيها. سلام عليك. تحركوا شوي شوي. شوف 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 محمد بن ناصر. ما هي درجة الحرارة؟